ودلوقتي هنروح لمداخلة تانية بعد كده. والحقيقة انه زي ما كنت بقول، هي دي مصر وهو ده الوطن اللي احنا متعودين عليه، ان احنا نشارك بعض في احتفالاتنا ونشارك بعض في فرحتنا بالأعياد. بيسعدنا ويشرفنا ان ينضم الينا عبر الهاتف سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. سيادة اللواء، بنرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب، ودايما بنكون سعداء بوجود حضرتك معانا. كل سنة وحضرتك طيب، ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، وأنا ببقى سعيد جدا لما أكون مع حضراتكم. يعني ربنا يخلي حضرتك. تحب تقول إيه في هذه المناسبة وإحنا بنحتفل بعيد القيامة المجيد؟ أولا بتقدم بأصدق التهاني القلبية وأطلب التمنيات لقداسة البابا توادرس وكافة الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. أدعو الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا سعيدا، ويحفظ بلادنا وأن يعيد علينا بالخير والبركات. أمين يا رب العالمين. أمين. ومصرنا الغالية وشعبها بمزيد من التقدم والرقي. أمين. تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. سيادة اللواء، احنا عارفين ان حضرتك حريص على تقديم التهنئة وترتيب زيارات للتهنئة بالعيد، نحب نعرف من حضرتك اهم الزيارات اللي قمت بيها اليوم. اليوم النهارده الحمد لله تم زيارة نصرانية المنيا، نيافة الانبا مكاريوس ونيافة الانبا فام والكنيسة الانجيلية والارثوذكسية، وقدمنا كل التهاني وسعداء بهذه يعني التهاني ان احنا بنروح ونقدم وفي روح المحبة والأخاء ما بيننا كلنا. طيب سيادة اللواء، يعني الحقيقة خليني أستغل وجود حضرتك معانا وأسألك عن كورنيش المنيا. وكورنيش المنيا خلاص بيعتبر فسحة لكل المصريين اللي عايشين في محافظة المنيا، وواحد من أهم المعالم الموجودة في المنيا اللي يقدروا كل اللي موجودين واللي عايشين في المنيا أن هم يتمتعوا بزيارة هذا المعلم السياحي المهم جدا. فممكن حضرتك تكلمنا عن آخر التطورات بالنسبة لهذا المشروع؟ هو طبعا كورنيش المنيا الحمد لله تم تطويره من سنتين، وحوالي 4 كيلو وعرض حوالي 65 متر، اللي هو عبارة عن متنزه حديقة يعني متنفس لكافة أبناء المحافظة من الشمال للجنوب، من أول العدوى شمالا حتى الرماز جنوب. يعني هو مش مقتصر على أبناء مركز مدينة المنيا، لا ده بياخد كل المراكز بيجوا، وخاصة في الأعياد والمناسبات السعيدة. صحيح. زي النهاردة كده لو حضرتك تنزل بالكاميرا بتاعتك تشوف كورنيش النيل عامل ليه مكتظ بأهلينا مواطنين محافظة المنيا اللي جولوا من كل أرجاء المحافظة. الكورنيش يعني في بعض ضيوف بيجوا للمحافظة من السفراء بيتجولوا على الكورنيش فبينبهروا بالكورنيش وجماله، والحمد لله يمكن أحسن، مش عايزين يعني نقول يعني احسن من احسن كورنيش على مستوى محافظات الوجه القبلي من بني سويف لحتى اسوان، يعني فكل الناس هنا ده متنفس ليهم. والحمد لله زي ما بقول لك دايما من خلال حضرتك اقول لهم حافظوا على هذا الكورنيش ده متنفس ليكم ولاولادكم. يعني سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب وكل أهالي المنيا بألف خير.